بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه سيارة كونغو، كونغو كانديسي، نشوفها بالكارتة كانديسي، ولها الموتور يعني ما عادش فيه فسد، ما حبش يشتري الدي سي، قال بدلوا لي نورمال عادي، بدلنا لها 1.9 نورمال 1.9 عادي اللي هو متاع الكونغو دوروجي. هنشوف فيه بتاع كونغو دوروجي. طبعا ركبناه وطبعا يعني برشا ناس يسالوا شنو اللي عملت يا مختار، شنو اللي بدلت. انا بالنسبه لي انا رجعنا له البوات نتاعو هو، البوات فيتاس نتاعو هو، عندنا الفولون موتور باش يقرا عليه الكابتير، جبنا له موتور نتاع فولون موتور نتاع 1.9 دي سي هاك اللي ماهوش ديبريابل، اللي هو ماهوش بال مش بماس عادي تاع 1.9 دي سي، ركبناه له باش قرات الكارتا الكالكيلاتر والمروحه تخدم عاديه والسخان والحراره تخدم عاديه، كل شيء يخدم عادي، يعني ما احتجناش يعني اي حاجه موديفيكاسيون في الحراره ولا في المروحه، حتى شيء ما احتجنا. ركبنا طبعا فولون موتور كما قلت لكم من عندنا تاع 1.9 دي سي عادي مش بماس، وبالديسكو البلاتو نتاعو، واللي ما يلقاش حاجه كيما هيك نجم يركب كل شيء زي ما هو، خلي موتور كامل ويعمل لها هنا مانو في الـ في الـ في الواحد يعمل هنا يقص هديه، يقصها ويعملها مانو نتاع مروحه هنا ويعملها مانو نتاع سخان على برا. هذا الفرق فيش يعني، علاش خدمنا احنا كابتير هنا خدمناها نظيفه على خاطر الموضوع هذايا نتاع المروحه ولا الحراره. اما اذا كان ما لقاش هو فولون موتور، لان يعني بالصدفه احنا كان عندنا كعبه بركه فولون موتور واحده بركه، نحيناها والله من الموتور، يعني مش الواحد ما يخدمش خدمه مش نظيفه، وركبناها مع الديسك بتاعها والبلاتو والبيتي خاطر علاش يعني باش تجي حاجه نظيفه. انما اللي ما يلقاش يخلي الديسك والبلاتو والبيتي نتاعها والفرون نتاعها كل شيء، ويخلي يرجع البوات نتاعه نتاع الدي سي، يرجع البوات نتاع الدي سي ويبدل الديمرر، زاد حتى الديمرر ما يمشيش، لازم يركب ديمرر نتاع لامبوان نتاع الموتور هذا نتاع لامبوان 9 نتاع 1.9 هذه، الديمرر اللي هو ستارتر لازم يرجع نتاعه على خاطر ما كانش ما يمشيلاش على الفرون موتور. وكما قلت لكم اذا كان ما لقاش الفولون موتور هذاك ما يعذبش روحه برشا، يقص الديريت هذايا نتاع الماء الفوقاني مش الطاني الفوقاني، ويعمل فيه هناك جعبه وينقبها من فوق ويحط فيها مانو نتاع مروحه. وفما مانوات كما وريتهم لكم يقيسوا السخانه من برا، يعمل منقاله نتاع سخانه، يعمل ساعه نتاع حراره في السياره، ويعد الى خيوطها ويعمل حساس هنا نتاع حراره عادي، في شيء يعني سهله ما فيهاش العمليه مش صعيبه. وتمشي معاها يعني العملية، يعني عملناها موديفيكاسيون هذه توا أول مرة احنا نعملوها من كونغو من دي سي للعادي، باهية عجبتني نجحت باهية، حتى في الطريق باهية ما فماش حس ما فماش صير ما فماش شيء ما فماش صوت ما فماش سريعة باهية قوية، يعني في الكونغو هي تنجح يعني. أما في حاجة أخرى ما نعرفش، إلا أنا ما نجم إن نقول على حاجة تنجح إلا ما نجربها أنا شخصيا في حاجتي او في واحد جابها لي او كذا، باش ما نغشش الناس لان انا ما جربش ما نجمش يعرف. ما نشوف فيهم انا يخدموا فيها خدمه بلبزه، تلقاها خيوط سايبه في كل بلاصه وديريتات سايبه وتلقاها مسكين يقرقر وحالته حاله، هذيك خدمه هذيك ما نحبهاش تبدا ملبزه. ما احتجنا الا خيط خارج الالكتريسيان من هنا للطرمبه هذا نتاع الكهرباء كونتاكت، واللي هي نتاع الريلي نتاع التسخين الشمعي، الريلي نتاع تسخين البوجيه تاك ستوندار، الريليات ستوندار هذوما يعني ما فيهمش معروفين. وركبنا له فلتر بازوت كيما هذا، اظني هذا نتاع كليو ولا حاجه كيما هذا بدل الواحد، وخلينا له كل الديريتات نتاعو كلها خليناهم، وخلينا حتى البومبيت هذيك الشكاره اللي بومب بها خليناها له كيما هي يعني عادي كلها عادي. طبعا بما انه هو ديريكسيون اسيستي بالطرمبه البرا على يعني مش بالكروا الكترونيك قعدت العاديه، طبعا هو عاملها موديفيكاسيون من قبل يخدم بها مش تابع الكارتة. وشنو استحقينا اخر استحقينا هنا عندك هنا، يا اما تكون يعني يكون كهربائي، قلت كهربائي يكون بومبيست يعني تاع مضخات كما هذا، يكون يعني صناعي عندنا هديه فيها لافونس وريتا كي يطلع يقرب على الموتور يقرقر، فما هذه فيها لافونس وتيرا، والا يدبر لها بولي بثلاثة، هذه بولي بثلاثة نسموها احنا، يعني فما بولي هنا بثلاثة بولنات،
مش نجم يعمل لافونسو ريتار لانه يطلع له الموتور يقرقع نتاع المؤنف نتاع نتاع اللي اسمه هذه نتاع الكونغو اللي هم ابو جهه توقفين هذه الشمعات توقفين هذا يحتاج انه هو خاطر فيها الكتروفان في الترومبا تقعد ديما تقرقع له. واحتاجنا بيدال نتاع اكسيلاتير على خاطر الاخر بيدال الكترونيك وعملنا له كابل عادي نتاع يعني عادي خدمه يعني عادي ما فيش شيء. وخلينا يعني عندنا بما ان عندنا الديريتات وعندنا كل شيء خلينا كل شيء دوريجين الروتور عادي دوريجين ولا النونطري دوريجين كما هو. ركبنا لها هنا راس باش يدخل هذه الكلابي فيها عادي تاع الرجوع المازوت. وهنا طبعا ما هو عندنا كيف ركبنا لها هذه من عندنا تي فيها تي وكل شيء فيها رجوع روتور حاجه هذوما ينجم يلقاهم ولاها حتى في فيراي. والمحرك يعني ركب عادي فما السيبور هذا يجي عالي شويه اللي يحب يبدله يبدل واللي يحب يخليه يعني مش اشكاليه يعني حتى خليناه يعني ما عمل حد شيء يعني ما زاد شيء في الموضوع. عندك التيم نتاع الشكمون طبعا هزيناها للشكمونيست اللي هو نتاع المدخنه خدم له يعني تيوب خدم له جعبه خدم له يعني خروج الموتور هذا لان كان فيها موتور دي سي بالكاتاليزر بالفيتر بارتيكول طبعا ما يمشيش على بعضه في الواحد يعني لازم باش يعملها تيب ويعملها حاجه باش يعني يلحمها وما يخليهاش يمس ويركبها دوريجين نجم يقص ويلحم ويركب دوريجين ما فيش حتى مشكله. بالنسبه لسالني واحد على السارتير بالنسبه للسارتير احنا رانا السارتير خليناه له كما هو ما عملنا فيه شيء لان كل خدمنا هنا في الترومبه فما اللي نجم يخدم الترومبه هذه البومبيس فما اللي ما نجمش بسهولة تامة يركب هاك البنيوم تاع بثلاثة باش نحل الدقرقينة تاع السرتير يعني ما عندوش حل آخر لأن هذا السرتير هو عنده بالهواء والهواء طبعا تو ما عادش يخدم لأن يلزمه إلكتروفان ويلزمه يعني برشا حاجات مش هكاك فهمتني. ورجعنا العادية كلها نورمال كلها عادية ما فيها شيء يعني المروحة نتاعو قعدت هي الراديتير قعد هو يعني هذوما الحاجات اللي يعني وانا اللي باش يعمل موديفيكاسيون كيما هكا في الميكان في الميكان ما ننصحش بها انا رغم اني فما قال لي شكون ركب اما ما ننصحش بها ياخذ كونغو باش ما يقلقش في الفلتر هذا لان كان ياخذ ان بوان اف عادي راهو الفلتر هذا ما يلقاش وهذا اللي به الفائده هو هذا المهم اللي هو باش يكتم الصوت اذا كان ما يكونش فيها فلتر كيما هذا راهو يكرهها يعني ما تمشيش معاه لازم يكون فيها فلتر كما هذا. طبعا يعني الجير البوتا فيتاس اللي تقعد نتاعو هو الديريتات نتاع الماء يعني شفنا له ما عندنا فما اللي عندنا فما اللي رجعنا له نتاعو يعني بوهن برشا حاجات بدلناهم من عندنا احنا يعني طبعا احنا كي نركبوا حاجه من عندنا احنا الاغلبيه الحاجات اللي نلقوها عندنا نجموا نعاونوا به كليون نعاونوه ما نخلوش نشوف فيها خدمه نظيفه دوريجين كأنه يعني راكب دوريجين كأنه أصلي ما كانش دي سي لولا وجود الكارتة هذه هنا شكلها ما يكونش يعني ما يقولش هذه كراهبة كان دي سي يعني شوف فيها عادي شكلها عادي ما في شيء كل شيء دوريجين راكب لا تلبيز لا خيوط سايبة ولا شيء كل شيء حتى الخيوط ركبنا له خيوط دوريجين اللي هما عندنا من انستالاسيون قديمة نتاع التسخين عمل له خيوط للتسخين وعمل له خيط للبوجيات وماشية العملية عادية وتو باش نخدم ونسمعكم ونشوفوا انتم محكموا واحد شفتوا خدمة من الشر ضربة يعني باين فيها شيء عادية فماش دخان من الخلف عادية فماش دخان يعني تمشي غاديين فيها دخان نبات انا كيلاري وانا في وسطها صوت الموتور صافي مفيش شيء الكيلاري وانا في وسطها صوت الموتور صافي مفيش شيء
إن شاء الله تنفعكم الحادثة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.